مساء الخير عليكم جميعا. سامعيني؟ مساء الخير عليكم جميعا. انا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده، وكنتوا عايشين ليه بقالنا كتير يمكن ما قابلناش اكتر من سنتين دلوقتي، يعني خمس سنتين من 12 تقريبا، حاجه مش طبيعيه. الحقيقه النهارده اليوم مختلف والظروف مختلفه والمكان مختلف، لانه انا النهارده بنتمي لشركه جديده بتعامل معاها لاول مره، والحقيقه سعيد جدا بالتعامل ده، وبتمنى يا رب ان شاء الله اكون قدرت اقدم لهم اللي هم بيتمنوه، قد ما هم قدموا لي كل اللي انا بتمناه ويمكن اكتر. زي ما قال كريم وياسر، احنا قعدنا في المفاوضات يمكن لفتره طويله اكتر من سنه وشويه، ووصلنا في الاخر لاتفاق بين احنا الاثنين، ولاني لقيت الحلم اللي انا بتمناه او الطريق اللي انا نفسي امشي فيه موجود، اتفقنا عليه وكان فاضل تطبيقه. الحقيقه الحمد لله لما طبقنا لقيت كمان اكتر من اللي اتفقنا عليه حصل، فانا سعيد جدا جدا باني بنتمي النهارده لنجوم ريكوردز وبشتغل معاهم، واتمنى يا رب دايما نكون قادرين نقدم حاجات كويسه. وانا موجود النهارده علشان اسمعكم وعلشان اجاوب على كل اسئلتكم. انا اسفين لو اتاخرنا شويه، بس هو تاخير مش كتير، كان الساعه 5 هنا 5:30.